مرحبا، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ تندخل ما بين الشلده وداك الشيء ونخلي نخلي ديك الساعتين سالي داك الشيء في شغلي عاد نش انا ما تنبغيهمش كبار، ما بقاش لينا حنا. الدجاج لا كان كبير ما تيجيش زوين. شحال كتبغي؟ انا كاع الدجاجه كاع فيها كيلو 500 كيلو 600 800 هكا، فات ما فاتش وصلت 2 كيلو صافي. ما دجاجاش هذيك صافي، تيجي ما تيجي تيجي كبير، تيجي كبير ماشي بحال هذاك يجي فتي كتدخل ولا الشرموله كيجي فتي. ماذا نقول لك؟ لماذا تكون الصغرية ديالك؟ صح، شوفتو الصدر تيبقى شاد. قلتي بحال دابا اللي عندها الوقت تشرملو مثلا. انا دابا لك كان عندي دجاج كتير بحال نشري ربعة وتنشرملهم ونحلوهم في الفريكو. سالا جاك شي حد على غفلة ولا شي حاجة تتلقاي واش كاين الناس اللي كيجيهم الناس بزاف هكا ديال غفلة عندهم ديال غفلة بزاف كيكونوا كاين. انا السيده تنعرف راه مين كيتمنى كلشي شويه كيكون شويه بزاف ولكن راه تنبقى تنصاوب. لا ولكن كاين مثلا اللي بحال هكا اللي عندها العائله كبيره وتلاقى اللي الراجل شي مهضيع بزاف دونك شحال هاد هي ملاحظه تسالي واخا بنتي راه داويه معاك حتى هي دابا كيفاش كتبغي تحس هذيك اللي تهضروا معايا نتوما راني المغرب انا صحتكم ما كيعبروا بالنسبه للملاحظه للدجاج يخليوه ديما الى رقدوا يعني نهار ليله في الثلاجه عاد الكون خليها ليله بحال شرملي خليه ليله هو مشرمل حتى نغدلي وديري بلاستيكه تشرب المهم يا راه قلنا لها الدجاج بحال ما كانت فيها راه خاصني نصرملو ليله بان انا كنديرو الصور المهم تخيلوا راه بقى ليله بقى مشرمل ليله واخا ماما ندير عيد ميلاد بالدجاج ديال ماما طولي جماعة شمعة في الوسط ثلاثة عايشة على ديالك هاد ثلاث سنين دجاجة شتي اللون كيداير؟ خاصو يكون صفر مينا تتقول لك إلا ما كان صفر ماشي دجاج عرفتي قال لك هو حتى ملي كيتحمر تيكون حتى اللون ديجا واخا الصفورية وكيكمل بالتحمر حنا تنقليوه انتما انتما كنقليو الشمال انتما تيقليو انتي يمكن حنا الفران انتما الفران لا حنا كنا في الاول تنديروه في الفران الساعه فاش جربنا القليان لا القليه تتحس بها دوغي وكيجيك لون واحد عشتي الفران الا انتي تا هو مزيان تا هو تيعطي داك خاص يكون الفران مزيان ولا خصك تبقاي تقلبي اما الزيت راه كديري هاد الجهه تقلبي هاد الجهه راه تفكر دابا سبحان الله انا حيت هاد الفيديو دار زعما شويه ديال الهضره كانت هضره على القلي
كاين اللي كتقول لك لا لا مزيان السوق لا ما تيلا يعني انا تنصل لكم الهضره اللي كتقال على الموضوع ما عرفتش انا السيده اللي كنت صورت معها كتقلي كدير الخميره سبحان الله ملي كتبغي شي حاجه ديالها ما تنساي كاع لا وكتبلاني ليها انا قلت غادي نقص هذا باش نهار ولا البلان والله يعافينا وصافي ولا الوحده راه في البال بزاف عاتي واحد السيده مؤخرا دوات معايا زعما راه على داكشي اللي قالت لي وقت غير السنه ديال العلوم الطبيعيه قالت لي حاولي من تشري رقامه دابا مشيت حناها عند جيبيها للدار غسليها قالت لي الخرقوم غسليه يا الله مابغيتش نقول لكم داكشي اللي قالت فيه واحد هذا ديال الفئران قالت لي كيكون هذه زعما تهضر على عين يعني الاستاذه عارفه قالت لي شنو ديك الماده قالت لي خطيره جدا قالت لي الخرقوم قالت لي عندها الدار كتجيب الخرقوم عرق كتغسلو مشفو ترجعو ليه تما قلت لي سهلة زعما ماشي حنا في الدار عاد غنغسل زوين صراحة تيعتقهم شوية تما كتزيدي تقطعيه صافي دابا سالينا الشرمية كيكون قاصح عليه لا لا فيها مزيان انا سولت قالوا لي ماشي مشكل انا البزار الكامون سكنجبير سكنجبير كنحنا والخرقوم كيجوني انا ما سولتش ولا لا وعطي واحد الصوت كيدير في الاول تيخلع ولكن عرفتي شنو زيدي تيربو تيربو راه كندير تيربو تيربو باش كيعطي داك بحال كيهرسوا ليك عاد بحال يعني تغسلي سكنجبير ولا الخرقوم يتغسل داك العواد ترجعي عاد حتى هادي مزيانه شوف نقول دابا غير في هذاك سكينجبير وحطهم راه غير محطوطين الغبره والله اعلم هي كتهضر لي على داك الشيء ديال الفيران الفين ياخذوه من المحلات ولا كياخذوه من زعما اللي كياخذ من المحلات باش كيكون عندهم تيكون عندهم حسب المشكله الدواء تيديروا دونك شويه صعيب دابا اللويين صفر هو هذاك الله عليك صافي دابا تنديروا البصله انا درت طنجره فيها المغلى هذاك الماء دابا هو اللي غديري فيه البصله غندير فيه البصله هي تغلات هي شويه البصله تاع الغليه ونبدا نحط الدجاج دابا خصك تشلضيها انا غنشلضيها شوفوا كاين شي تقربي تما باش انا غنوصل نجيب الدجاج بغيتي تحيدي عليك الدجاج ولا صافي ندير لا ماشي مشكل ما نديرليش زوينه هذيك تعاونها عايشه باغا تفرج عايشه باغا تعلمي الدجاج محمر ايوا ماما حدك وما تكونش حدك لا شويه وصافي كتبكي شفتي كيجي انا بغيت نجففو شحال ديال البصله تقريبا انا درت 2 كيلو 2 كيلو شي حاجه شحال ما كانت كثيره عرفتي الطغميره ما حدا كانت كثيره صافي والبصله الحمراء شفتي غير البيضه انا تتعجبني البيضه واخا تيقولوا الحمراء كتغمر اكثر لا البيضه تجي معسله معسله اكثر البيضه انا جيت نسمع البيضه انا تيقولوا لي لا زعما خاصها طيب الكولا اللون اللون حتى هي كتبقى شويه قاصحه الكولا دغيا كتهبط لا هذه هي اللي دغيا تتهبط حتى الحمراء انا الحمراء تجيني تتزرق المرخه اللون ما سمعتك ما كتعطيش اللون بحال في الحمراء هي اللي كتدعم
دابا هما الطباخات انا دابا قالك تيخلطوا الطباخات اللي صورت معاهم اغلبيه يخلطوا في الدغميره هكا حيت الاحمر حتى صحي والبصل الاحمر ماشي حتى من ناحيه صحيه افضل مشاش كيخلطوهم هما كيلاش نوض بالموس الطريقه مع الصدمه هادي هي الفرق ما بين هاد الطريقه ديالهم همايا يعني انا طبخات انا كيما عاود صورت معاهم ما تيش البواشا تيديروها شنفه شنفه هما الطريقه ديالهم تيشلطوها لا انا السيده كتشلط هكا حتى انا اللي شفتهم كاملين تيشلطوا ولكن طبخه مينا كتخطوها بحال هكا هما كيبغيوها تبقى الدغميره كتهزيها هكذا هذيك ماشي هما كتجيهم بحال انصاص بحال طحونه ما كتحسيش بالبصله البصله ما كاينه كاع واش البصله كاينه كاع هما لا كيخليوها كتبان ماما ما بصلك تقيها البصله غادي دير لك في عيناتك سيري ماما طبق سيري طبق عيناتك حداقه طالعه ستولف على البصله ياك بغيتي عندها مسكينه ياك عائشه هادي ضحكوني طباخات مساكن مقوس ما تنقيو البصله ما تبقاش تعطر فيهم في عيني هذا النهار هكذا تنقيو انا راه دموع شحال كيولفوا كيولفوا على عيهم كيبراو مناعه وقال لك راه مزيانه صحيه كيما قدام كيبداو هادشي كيسهل الخدمة صراحة بزاف خرجت هذيك الأخرى اللي بلا كنشوف السيدات بزاف كيخدمو بها عرفتي اللي ماشي ولكن لا مسقاتش مسقاتش هي تتعصب كيشكروها هي اللي كانت في الأول هي ولكن مع المدة كتعيا لان هكا هذيك تتولي قاصحه ماشي على حسب الماركه راه كاينين ماركات ياك ما خدمتي بشي ماركه انا خديتها غير فاش الله خرجوا بس تكون شي ماركه تكون شي ماركه ماشي بس فيها انواع والله الا راهي تسمع فيك هادي افيكاس لا للامانه راه هادي ديال الضوء حتى هو النص ديال خصك تمضيه ثلج كديري ثلج لي كلاصو كتحلي فيه كيولي ماضي تيولي ماضي انا تنعطيه كنديري على كيف لي كلاصو شي زوينه فهمتي هذا بس ما تتخافيش على الموس ملي تديري الثلج هو اللي تيمطيه حتى تيمطيه ولكن الثلج كات لا الثلج كات دوك الصغار اللي لعابه صغيوه لا مسكين انا ندير لا لا دوك الصغار هذاك صغير شي اللي بغات نبغي دوك عابه صغار روحيهم على داك الجهد ديالهم شي هالموس عندها يمكن صديقي هاد الموس ديما في الدار عرفتي وحنا تيكون عندك واحد الموس كتعيا تشريها حتى تقصيها تما عرف ديال الموس واحد شوف هاد القضيه في الحوايج سبحان الله كتكون محبوبه نقولو الموس المفضل حتى لو بغيت تحامي حبيبي ينفعك الله 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 كندخلوا الكوزينه كاملين ورا ديك العلامه اللي خارجه ويدخل عفوا انت كنخرج ولا محروقه ولا ديما محروقين كان على الفريق كلنا يدينا الفران دابا درتي غير الماء في هذيك الطنجره ما كنعرفش انا غير الماء قلتي بغيتي تزيدي كريستينا الغوز جات معاه من كملوش غتجي معاه
صافي جا نخلوها تغلى مزيان ونبداو نحطو الدجاج. وما حدنا حنا تنحطو الدجاج وحنايا يغلى فيه شويه ونبداو نتقمو. تتقدم هما كيتقمو باش يدخلو الطياب خاصو يتقب باش يخرج كيطلق داك الماء. لاستيس ديالي دونك هذا ضروري عندك في الدار اومليت باش يبات قطيب. يمكن ياك قطيب انا قطيب ولويته درتو بحال هكا باش يبات تفيعونك باش تعاوني مع ما حدك انت تطقي وتخرج لك داك الماء تحيد داك الدم اللي تيكون وداك الشيء تيهبط كلش. هما هذه الطريقه ديالهم الطريقه كما كيخدموا هما الدجاج. دابا خصنا نتسناو عليها حتى تغلى ياك تغلى واحد شويه باش نبدا ندير الدجاج. بسم الله. اي كطلع الغليه ياك طلع الغليه في هذا انت راك شاداهم من التحت راك ما كاينشي كديري خيط غير كتدخليهم في تدخلهم لان هذا ما تيكونش مثلا في الغسيل ما تنديروش متسع بزاف تنخليه باش يمشي يشد لك. دابا انت غدي لنا جوج دجاجات الا كانت غدي ثلاثه زعما اللي بغات دير في الدار ثلاثه مره واحده صافي. هو غير دغيا كيطيب الدجاج هو الدجاج دغيا صافي بلا ما تحيدي وحده عاد باش نحيد بما نتقبو مزيان ونعاود نبدا نطيطيب مزيان عاد غادي نقلبه. دابا التقيب باغوا تيطيب حتى تبدا يطيب يبدا يغلى يغلى عاد بدا تقبي كل شويه خاصو يتقب تقب صغير من جهه كلشي فين ما قلبتيه تقبي فين ما قلبتيه باش يخرج داك خرج كاع داكشي صافي. فاش تبدا تقبي وما تيخرجش ليك والو صافي 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 تبداو عيد الميلاد. دابا نبداو غادي نديرو عيد الميلاد صافي صافي ما كتطرقيش ليه السنسور كي كدير ليه داك كتعجبني هذاك الطرق. هذا الا بغيتي باش ما يبقاش هاد الفورم ديالو شديه من هنايا هنا وتطردقي لي السنسور ملي انا ما حي الطباخ حيت ماما ما كيبقاوش يعقدوا كل دجاجه بوحديتها تقول لك انا شحال ما عنديش الوقت كتشدها كتطردق لها السنسور كتبقى واقفه تما في الحطه تتجي من الصوت كتجي الفار واقفه هذه من الحيان ديالها مزيان والله الا اسفيس زوين كتجيني ساعه انا تال الكوكلي كنشد جو زوين كتسمعي ديك الطرق الطرق دابا انت كلشي على الطرق ياك. لا صراحة هاد الأسرار الطباخة تعطيونا واحد بصح كيضيف واحد دابا هنا هاد ديك الشرمولة اللي كتبقى تما غادي تحيدها من الأخر أنا هادي خليت واحد شوية فاش نحيد الدجاج تلوحها باش مع الكامسات وداك الشيء باش تا هما ياخذوا شوية ديال الإقامة ديالها صافي وتخليهم يطيبوا معاها شوية وتشحر الكامسة. هنا الكمية ديال الماء شحال يكون مغطي الدجاج ولا نص؟ ماشي بزاف ماشي بزاف لأنه ما طالعاش بزاف باش حيت هادشي كامل غير غلا غادي يمشي ما غادي ما كنصفيش. دابا غير مع الدجاج فاش تغلات تغطسات طلع هذاك الشيء دابا مع حد مسخيرو بلا بنتي بحال درتي نص انا بحال من هنايا ومع البصله غطلق الماء ديالها يعني المهم هذه الطريقه ديالكم هذه كاين اللي كيدير غير البصله المهم كتبقى كل واحد وطريقته كل واحد وبعض الطباخات كينصحوا ان البصل ما يداش مع الدجاج باش حاجه القوه هو اللي كيخلي الدجاج يتحل يعني كيخليو الخلاصه الاخر انا كنقول انا غير تنبغي نعطيها في الصاله ولكن بنادم تيستافد هكذاك انا اللي صورت معاها كطيب وصل بوحدها هذاك الشيء كينزلها بوحدها ساعات هذيك باش كيربحوا الوقت هذيك تكون عندهم ما كاينش الوقت وطناجر كيعيطوا شي مرات راه البصله يمكن تشد الوقت اكثر من الدجاج وهي واحد الحيله بحال بان لي زربانه وباغا دير دجاج محمر اللي زربانه غادي تشدي الكوكوط شويه ديالها ما ديرش كاع البصله مع الماء غير شويه كيكا وسدي لها دير هي ضغبيره واجده انا تنقول لهم ضغبيره علاش ولات عندي ديما عندي غير فقاد عندي دير انا ضغبيره داك النهار دخلت عندها ضغبيره زوينه الدجاج لا لا والله دابا راه دقت هي دارت الضغبيرات ديال المغرب دابا انا يعني تبارك الله الطريقه ديال السعديه الطريقه ديال فاطمه هما هاد لاسيس اللي عندهم حتى هما ديال مطيشه الحكم يعني تندير انا ضغميره ديال المغرب جمعت كاع الضغميرات ودارو الضغميره وحده مريم مزيان عليكم الصحه صافي ملي تبداي تقبي انا نرجع ان شاء الله صافي بنا نبداو نقبو دابا الدجاج انت راه بديتي قبل غير باش باش نربحو الوقت المهم هذه الطريقه ديالك تاي خاص قلبي تقوي لحدك انت قلتي لي شنو المناسبه اللي كانت و
قولك ما ناقص تقيم ما تقاوش نزيد مينا حسوك يحسو هم عندهم مينا في عيد ميلاد لبيا بنت لوستي قالت لي تقول لي لا اسمع ما نقمش مزيان ما دخلتيش لا ما دخلت دابا هو جرمين مي قالت لك ما خاصك تقبي مزيان دابا خبره هما الفكره ديالهم ماشي انك غير تسقبو باش يطيب تيقول لك باش تدخل تما قال دخل تجرب باش يشرب حتى هو المريقه ديالو المهم هي هاد كاين هضره عليها ولكن شوف كل واحد والطريقه ديالو دائما هنا حيت فاش كانت مينا كتخرج كانت هضره لا هادي كانت تخرج جوج تقباس المهم حنا دائما تنقولوا كنحتاجوا جميع كل واحد الطريقه ديالو كيفاش يخدم صافي تنضبطو ونخليو الثاني صافي بالنسبه للدجاج شحال كتاخذ الوقت على حسب الدجاج شحال فيها على حسب الدجاج شحال فيها انتي وانتي تقاب وانتي تشوفها واش طاب كاين اللي تتبان لك راه طابت ولكن كيفاش تدخلي الدار تلقاي باقا قاصحه انتي الحيله ديالك باش كتعرفيها انا تنبدا تنتقب صافي تنخشي هذاك تنشبدو ما تيخرج ليا لا دم لا ما تتناشفه صافي تنعرف راه طابت ونقيسها ونقيس بيديا واش الصدر الصدر واش فتي دغيا ولا باقي قاصح صافي ونحيدها باغا عيد ميلاد واخا نساليو الدجاج ونديرو عيد ميلاد هي ما عندناش الغساله ما علاش ما جبتي لا نساليو الدجاج ونديرو عيد ميلاد ونديرو عيد ميلاد بالنسبه كاينه حيله اخرى الطباخات كي باش نديرو ناخذو من جهه واحد الفكره ديالك كيهزو كتقول لك هو في الاول غتيكون ثقيل باش الزخف كيخفاف يعني راه فقد واحد المعادله يعني انه راه انا دابا نتقيب ونقيس بيديا وبعدك التقيب قلتي كيخرج الماء وكيشرب حتى المرقه تدخل لك ما بين الدنيا داك لوغو تتحسي بانك تتاكل حتى العظام كتبغي تاكليه البنه ايوا ان شاء الله اللي حشونا الريحه طالعه بارك الله فيك ان شاء الله دابا تاي طيب مزيان غادي تحيديه وتضيفيه نحيد هذا ونديرو ندير لاصوص وندير العنيقات وداكشي مع الرديم الطعام دابا مسلوقين مسقطين خاصنا نقردوهم نحيدو الدجاج ونردوهم دابا حنا مزيان نكونو في دابا خدامين اش كنديرو تهلاو براسنا الوصفات جميليه دابا حنا دخلنا فقره ديال الوصفه طبيعيه عاده تنخليوها حتى الاخر ولكن دابا حنا مع داخلين هو كيطيب وحنا كنديرو الغرض دائما السؤال ملي تمشيو عند السيده تنهضر معاها حيت كنديرو دائما الزياره قبل باش نشوفو شنو كنتعرفو على السيده قبل كنعرفو المواضيع اللي غنعرفو فوالا وكنعرفو حتى البلاصه يعني بزاف ديال الحوايج كنشوفهم في الاول ايوا ملي تناقشنا معاك انا كيعجبني داك الجواب اللي تيخرجوا لينا هي الكوموند دغيا داك اللي كتكون شي حاجه اللي انت صافي تعودتي ديريها حنا كنديروا سؤال مفاجاه صافي وكتطرح وعجبنا الفكره اللي خرجت يعني قلنا لك شنو الوصفه الطبيعيه اللي تديريها زرعت الكتان وقلنا حنا هي الوجه هي اي حاجه انت يا انا تندير شعري تندير زرعت الكتان مداومها في منظور نشد نهز داك لاصوص اللي داك العصاره ديال كومجين تنديرو ندير في شعري ونكبس نبقى بانبات بها يومين ثلاث ايام حتى تنغسل هي ما كتطلقش الزيت بزاف ما كتزيدلكش هو هي حتى الا كنتي خارجه وبغيتي ديري في شعري انا تنديرو بحال جيل انا تنجمعو ونديرو عرفتي سيروم نقولو سيروم ولكن فاش تقيسي في شعرك تحسي به كارم بحال اللي راه جيل 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 ديال جيل طبيعي كانوا باش كيديروا شحال هادي كانوا كيديروا بزاف جيل دابا هذا حتى الدراري ولاو تيديروا زرعت الكتر اكثر يوم ولاو الدراري تيديروا انا تنديرو الدراري دابا بحال كيديروا الرجال اكثر لانه طبيعي الشعر ما بقاش تيطيح شحال من حاجه هي زوينه دابا هي اصلا وصفه علاش الطوال الرطوبيه شنو لكل شيء يلا يقلب بس باسباسو راه حتى هذاك فاش تحيدي لو جيل وتتبقى هي ديري لوجهك باش ما تضيعيش هزي هذيك الحبوب ديالها وديري فيزوك وخليتي يكرم وغسليها هي زوينه هي زوينه بحال حتى اللي كيكبقاو لي داك الشيء نتفاش بحال كيفيكس دابا هي الا بغينا نقولوا راه هي اصلا هي وصفه طبيعيه مزيانه للطول وال انا بعدا انا وافقتني انا دابا هذه ديما انا دايره في الدار فما خارجه عوض ما ندير جيل ولا ندير زيت ولا شي حاجه تنديرها هي ونجمع شعري ونمشي غاديه للحمام تنديرها يومين حتى نمشي للحمام بغيت نغسل في الدار تنديرها دابا انا فين ما تندور تنديرها والريحه ما كايناش الريحه هي ما خاصهاش تبقى بزاف انا تندير
ثلاث ايام وتنعاود واحد اخر. ولكن لان هي ما حدها تتعطي مده وتتعطي واحد الريحه فيها بحال كتزفر بحال تتزفر. بغيت نقول لها واش كديريها بوحدها؟ لا تندير معها شويه انا زيت العود. الا ما عندكش زيت العود زيت اللوز زيت الخروع دابا ملي بغيتي تخرجي ولا غديريها بهذيك الزيت ديالها. لان فاش نخلطها ما تتبقاش تبان الزيت كاع لانك شويه انت فاش غادي ندير غادي يبان لك جلها كتنجم الطريقه دابا هي كتسمى راه وصفه وتا نقولوا الدراري اللي كيديروا الجاج كيديروا والله الا زوينه اليوم هذه تسمى للنسائي وللصف للشباب هي ديرك وتجي جلو سي داك يعني وصفه على الكاميرا صافي حيت هذاك الجل عنده سلبيات بزاف دابا انت غدير لنا وصفه طبيعيه ديالي اللي تندير وفي نفس الوقت هذا هو زرع الكتان انا تندير بذور الكتان باللغه العربيه مفيد بزاف وحتى المذاق زوين هو راه زوين راه ديري في الخبز ديري في الخبز الحريره تيديروا في الحريره شنو طحنيها ولا كذا حسوه الحسوه البيضاء لا ماشي الحريره الحسوه الحريره البيضاء البيضاء لا كتجي زوينه مخيمرات تجي زوينه مخيمرات تجي في المخيمرات في الخبز كلشي عندها فوائد كثيره كاين غير السلول هضره عليها على حساب الاكسدو نقول لك الاكسدو تيقول لك ما خصهاش هي واحد الدرجه ديال الحراره عاليه بزاف عاليه يعني هو كيبقى هكذا مثلا في الخبز بحال بحال كتدخل مع العجينه ما كتديرش والاكسده صافي غير هي بحال فيها واحد الزيت طيار طيار ملي كطحنيها كطير ديك كان اللي تيقول لك ديريها مع تطحنيها وثاني تيقول لها ديريها مع جنجلان جنجلان وديريها في باماري وخليها تا طلقتها هي داكشي ديالها عاد تخلطها ديرها في الشعر مع زيت العود ولك انا فضلت هذه تتجيني زوينه تتخلي لك الشعر تا لا بغيتي تطلقي وديريها هكا مطلق تيجي زوين تيجي وصل عند بالي ناخذ منك الوصفه وناخذوا شنو دابا تدير الماء انا تندير الماء يغلي واحد شويه نحس بيه بدا يغلي ونقول حزرات اكثر ونخليها تغلى هي ما حدا تتغلى وهي تطلق داك الجهل ديالها فاش هزيتي يبان لك داكشي هي تطلق واحد ليكيد سبحان الله راه دغيا ماشي بحال حب برشاد كانت ديري تا حب برشاد ولكن انا فاش جربت حب برشاد عصبني فاش بغيت نخرجو من زيت حياتي باش يخرج ليا بزاف يعني كيدارتها حب برشاد انا شفت واحد الوصفه في اليوتيوب دارت معاها زريعة الكتان ودارت حب برشاد ولكن فاش جربت حب برشاد ما صدقش يعني ياك ما الزيف لا لا جربنا بالزيف ما خرجش وجربنا بالشبكه ما خرجات هذه لا هذه تدير لي الشبكه وتتهبط الزيف حياتي تيهبط فتعطي يمكن حتى الكميه كونتيتي كتعطي كونتيتي كثيره ايوا صافي عندي الكميه ديال الماء اللي كديري لي شويه انا تندير على حساب مع حد على حساب عيني ميزانو ولا تندير دابا التقدير انا هادي ولفت هاد الكاسرول دابا تجيب لي مقدار ديالي حنا اش بغينا بغينا داكشي طبيعي هي قالت لي لا كيما داكشي كديري زيد الكاسرول دابا ولفتيها زيدي على الموس زيد على صديقي الموس سبحان الله كانت على الفضل دغيا على شي حوايج دابا يمكن كتخليها كطبخ هي كتشرب داك الماء وتطلق هي الجل هي تطلق الجل ما تيبقاش الماء تيولي انجل تتخلط تتوه ما تيبقاش كاع باين كاين الماء صافي فاش تبدا تتغلى هي تتغلى تتبقبق تيولي داكشي ثقيل تيبان لك هذاك الجل وكتنفخ ماشي بزاف هي شويه ولكن تتعطيك تيبان انها راه دارت سبحان الله هذه ديما تنصحوا السيدات يعني يكون هكا في المطبخ يديروا انت كديري طياب وصوب الوصفه ديما انا ما تنديرهاش ديروا انصحوا ما عنديش على راسي عنديش على وصفه طبيعيه سبحان الله كاين اللي مولف خصو يدير هاد الوصفه الطبيعيه لا للشعر ولا للجامات سبحان الله وكاين اللي مبلي بهاد الوصفه انا كنت انا كنت مبليه بزاف بهم ولكن مع عائشه ما بغيت نبليه دابا خصك ديري ليها دابا انت ديري شي حاجه تقول لك ماما تاني ديري ليا ديري ليا هادو هما البنات والله يخليها لك يلا الله يخليها لك صافي دابا بان لي ولد دجاج قالها قرب باغي تحيد ولا باقي؟ باقي واحد 10 دقائق ونحيد 10 دقائق ايوا تبارك الله هانتوما الجلده ما عندكمش مهمه انها تبقى كاين اللي كيبغي الجلده تبقى محافظه
الدجاج يبقى بديك الجلده ديالو. ولكن فاش تقلي ما تيبانش حيت هما كاع تقليو. بالنسبه اللي تتحمر يمكن هي فاش هادشي علاش حنايا حتى المشكل ديال التقيب يمكن تيشرق الجلده. انا معاك انتي علاش كنتفاداو حنا التقيب بزاف يعني وحده ولا جوج حتى ينفوا كتقبا كديفلوب كتحل كتمشي. انا قلت لك مينا لحظه عليا مينا من الدم لحظه عليا انني ما متقوبش مزيان الدجاج. هذيك راه حريفيه وعاوتاني ملي حطوا الدجاج وما راه غاسلين تبارك الله فداك الخطبه اللي كانت دازت صورناها ملي بدات لاحت الدجاج في الكاسونا وطلع الغليه قالت لهم ما وصلوش مزيان كامله حرام عليك حدا راه خيرت قالت لهم ما وصلوش مزيان لا ولكن هي بعض الناس قالوا مبالغ في ديك الغسيل اللي دارتي هي زعما فريمون تدير لي بحال مينا ما شاء الله عليها بان دوش ولا ما تتخلي فيه والو تتفرك فيه بزاف وهو هذا الشيء ما كتقدرش تشد حتى لي كوموند كاين اللي حتى السيده اللي صورت معها تيجي تتغسل فريمون تتفليها عرفتي دوك الشحمه عرفتي انا الشحمه ما تنبغيهاش في الجناب وداك الشيء حنا انا سي محمد دابا الا ما كانش الدجاج حتى هو مغسول مزيان ما يقدرش تفاش تيبدا تيقول تيقول لك الزفر فهمتي كتفيه هذيك الزفوريه الدجاج دابا عليك انا راه ما دايرش دابا انا الا بغيت ماشي كاع محمر بغيت نطيبو غير بطاطا والزيتون داك اللي شريته قرطو تنشرملو ونديرو في ميكات ونلوحو في كونجيلا باش يشرب ليا راسو فاش تنجي دغيا البصيله وداك الشيء ما تتبقاش فيه لا فعلا تجي مزيانه وللامانه شحال من واحد مشيتي تاكلي عنده الدجاج تشمي ريحته بدا تيغلي تنقصي عليها ونخليها تنقصي وتخليه نخليه غير كتغلي العافيه تنقصي وشحال حتى كتبان لك تتقال صافي تتبان لك داكشي تيدير دابا كتكون جاريه ياك دابا هي جاريه انت شوفي شتي باقي ما تقالتش دابا دابا فاش تغلى ما تتلقاي اما ثقيل داكشي هابط ماشي ماشي خفيف ولا بالنسبه للزيت الطيار ما ملي تغطاش حيت تقول خصو يتغطى باش ما يطيرش ما تطيش لان الفوائد تيمشيو في الماء دابا راه مشى داك الشيء في الماء ماشي بحال الباماغي لان داك الزيت الطيار ايوا على خير ان شاء الله ايوا تبارك الله عليك صافي غادي نديرها شويه ان شاء الله ونشوفوا صافي باش تفوت 10 دقائق وغادي نحيد صافي بالنسبه ليها تتغلي وتغلي وغادي تبان راه غادي بما نحيد الدجاج غادي تبان حتى هي صافي وبعد الفاصل نواصل مع من دار ان شاء الله يستر